يلا هندخل الداخل. ما انا بليش جاي كان الداخل. هاني غير صادم. نار. هانا وصلنا البور. هذا هو المدخل. فعل قلبها. شوف الخلاصة شاشنة. شوفوا معايا الباب هذا. شوف هنا نحن سجل في الهيئة تاع كرات الأرض. ما شاء الله هذا صوب السمك. أبوه. صباح الخير يا أوجه الخير. امبارح كنا في الصحراء واليوم رانا في البحر الأحمر. بلاصة بزاف شابة. بلاصة هذه واسمها ضيبة. بلاصة واسمها ضيبة. جينا دخلنا مليها وورونا الطريق. حطينا الكرفان تاعنا. هذه فرقتنا زعما في هذه البلاصة. دركا رانا نستقفوا نوريكم القهوة تاع الصباح. تاعي. شوف البلاصة شاشمبة ما شاء الله. يوي بسم الله ما شاء الله. المكان ولا أروع ولا أروع. وقاعدين يشتغلوا عليها يعني قاعدين يخدموا فيها باش يردوا كامل الرملة كما يردوها كامل بيضة هكذا تولي كامل البلاصة هذه بيضة بالرملة مع الشجر هذوما وزيت البحر لونه اللي هنا بزاف ازرق ويديروا تاني راكم تشوفوا هذوك هذوما اللي باراسول شغل كيما تاع المالديف هذوك يزيدوا نصبوهم كامل اللي هنا وتولي حاجة واحدة اخرى. السلام عليكم. البحر الأحمر. عمت انت في البحر الأحمر. والله ما عم. مكان ولا أروع. بعومة ما نحكي لكمش.
تحتاج ولا راني ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا هنا دايرين حوار حوار صغير. شوفوا الملل ما شاء الله روعة. في الوضع دوما فيش وش حاطينو فيهم إذا يربيو فيهم الحوت وإذا دايرينهم على جل الموجات باش يكسروا الموجات شي تاني. المهم كي رحنا مليها كي كنا جايين مليها شفت نفس الحوض بصحة كبيرة المنطقة على حسب وش فهمت انه ليلي هاج في كاين بلاصه هكذاك شغل برايفت مقسومين يقول لك شغل بحر برايفت تدخل تحط سيارتك باركينج ويعطي لك لاكسي تدخل داخل عندك مطاعم قهاوي والدنيا وتقعد وشط صغير والبحر ماشي شغل قاسمين شغل البحر مقصوب شغل عندك ليميت وين تعرف تحب تجيب دراري صغار تحب تجيب ولاد سمعت بالقار حبسنا عند البول شوف ما شاء الله روح نشوف مش منشير مش دير وشو رحلتنا شوفوا المنطقة بزاف 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 شافوا شوف فيها ملي كان لحنا البوابر وشجر عندك الكراسة وعندك ملي قلعة تدخلها لداخل وهذه تاني سوق قديم ومدينة قديمة ما شاء الله في شوك هنا فيها سمك دي ما تمشي لازم شيل انا ايش تاني هذه بديشة صغيرة بس شوي هنا سمك في دي موزل هذه كبيرة ما شاء الله صورة هنا نطن دي بس سمك سيب هذا ما شاء الله هذا سوق السمك شوفوا محلات كثيرة ما شاء الله شوفوا هنا نقلنا لنا تحبات روجي وهذا يا جماعة شفتوا قولوا له شور شورة ما عرفتوش انا وشنو على كل حال عندهم الدورات عندهم اللي عرفوا يقولوا لنا عندهم دورات عندهم ميرو ما شاء الله عندهم باجو وش تاني المهم كاين بزاف انواع كاين ديموازيل كبيره تاني حبوها وادريس هذا كارنات مليح الكيب لهنا هذه قريه قديم على كل حال مهدومة كامل الله وهذا يا يبان مسيد صار مهجور دين المهم هذا حي سكني قديم ما في طيبات قدام
الميناء البور. شوف ايه كاتبين ها حاطين لك الحماية كبار تراث الثقافي دوك نمسحه ونشوف ايش مكتوب فيه. مسحنا الكود بار هذاك مكتوب وسط ضباء التاريخي مسجل في الهيئة تاع التراث الوطني تاع السعودية. هذه ما شاء الله بنيان قديم. شوفوا الداخل نزيدو نروحو هنايا. وهنايا هذا مسيد كامل قديم. بنيان تاع بكري ما شاء الله. تحس فيه حلاوة سبحان الله. فيه حلاوة خاصة البنيان تاع بكري. هنايا هادو الكافيتيريا ايه الكافيتيريا اللي اسمهم مطاعم منو. شوف بنيان تاع بكري صح فيه وحدة طابع روعة ما شاء الله. شوفوا اللي هنايا شوفوا معايا الباب هذا شحال قديم ما نعرف شحال عنده من سنة. على كل حال ما لقيتش معلومات لهنا ما مش حاطين معلومات ولا نعرفوا واحد ما شاء الله. هذه ما نعرف شحال عندها من سنة. وهنايا كهوف غيران وهنا كاينة قلعة كاينة قلعة كبيرة لهنا. دوك نشوفوا اذا نقدروا ندخلوا لها باسكو شفت باللي كاينه دخله منه والفوق ما على باليش واش كاين. يلا تعالوا نستكشف المنطقه ونكتشف ونتوغل في وسط الجبال. على باليش اذا نقدروا ندخلوا مي دوك نشوف. يلا ندخلوا لداخل ما على باليش كاع واش كاين الداخل. راني غير صادم غار ما كان حتى واحد. دنيا فارغة بسم الله. هنا خلاص غار برك هنا يحبس الغار هذا. حسبته يدخل للداخل. اوه منظر ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. قلعة قلعة الضباء الله هنا ومن هنايا كاينة الدخلة تاعها. ممكن ندخلوها ونشوفو واش فيها الداخل. هكا وصلنا للمدخل تاع القلعة. المدخل تاع القلعة هاوليك قاعدين يخدموا فيه. على كل حال هادو الدروج الشجر اللي هنايا وتطلع حتى وين نوصلو الفوق في الجبل. يلا تبعوا معايا حتى للاخير ونكتشفوا وش فيها القلعه السحريه. هنا وصلنا لفوق. هذا هو المدخل تاع القلعه. ولي يا درا وش كاين وش كاين الفوق ما شاء الله. لقيت حبيبنا هنا سعودي ينحي في واحد الحاجه ما عرفتهاش الشجره الفوق. بعدها سقسيته ايش اسمها لوز. لوز صح. تقشرها تنحي القشره هذه الحمراء تلقى داخل حاجه سوداء نحيها وتاكل ابيض بس. أوه تسلم. كليت انا ديجا واحده وهذه الثانيه تفضل طعمها. او تسلم والله قاعد ينحي اللوز. هذه الحمراء ما حبت تجي.
ليكيب بلاصة هذه اللي قلت لكم قلعة، هي ماشي قلعة، هي مقبرة، مقبرة الصمدة. الصمدة هما ناس عايشين هنا في المنطقة هذه، في منطقة ضيبة، معناتها هذه منطقة حقتها بلدية ضيبة، والمقبرة هذه مقفلة مغلوقة، معناتها واحد ما يقدر يدخلها داخل. فيها ناس مدفونين من أهل المنطقة، أنا لقيت واحد منهم من المنطقة وسألته، هو اللي قال لي هذا. إن شاء الله نكون استفدنا من المعلومة. ولكن كاين من الجهة الثانية اللي هناك كاين قلعة، يعني هنا وين طلعنا ماشي قلعة، مقبرة. مقبرة اللي قلت لكم الاسم التاحهم اللي هما أبناء المنطقة، يعني لهم مقبرة خاصة فيهم ومقفلة، يعني أبناء المنطقة القدماء مش هذا. فهذه هي، ودرك راح نطلوا على الميناء من فوق، منظر خرافي، منظر خرافي ما شاء الله تبارك الله. هذا بسم الله ما شاء الله، شوفوا هذا الكرفان من تحت، هذا الميناء، وهذه الإطلالة، وهذا المكان ما شاء الله. شوفوا الشجر مع أحب ضبا. أوبس علي، هذا منا يبدأ الوقت. خويك ورا ما يجيك والله صعبة. لا لا أنا جيب له. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.